تحت عنوان حوار الثقافات والدور الديني في دعم العيش المشترك، نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف مؤتمرا لمناقشة الفقه والتفسير لخلق فكر متسامح وآمن يتعاون فيه الجميع لنبذ التطرف. دور علماء الدين في كل الأديان، وده اللي أكدنا عليه سواء في الدين الإسلامي أو في الدين المسيحي، هو أن نجتهد في فهم صحيح النص، ولا تحتكر هذه الجماعات أو غيرها فهما أحاديا مغلقا للنص. بعد تشكيل الهيئات الإعلامية بشكل أفضل مما كانت عليه مثلا من 11 أو 14 أو غير ذلك، فلكن الإعلام مادة للتفاعل يعني. دعوة الأديان إلى العيش المشترك هدف يسعى له علماء الفكر والدعوة لنشر الوعي بالنصوص المعتدلة. في المنطقة اللي مليانة توترات في نموذج مهم في مصر، هذا النموذج هو نموذج للعيش المشترك عبر قرون، وفي ظل القيادة السياسية الحكيمة التي تدفع نحو المواطنة والتي تدفع نحو التعددية وقبول الآخر، يأتي هذا اللقاء ليعبر أن الدين له دور إيجابي هام جدا، وأن القيادة الدينية أيضا بتلعب دور مهم في دعم العيش المشترك ودعم المواطنة. الحياة لا تستوي إلا بالمشاركة والتفاهم والتعاون، مفاهيم تؤكدها الأديان السماوية التي يسعى فيها الجميع من أجل الاعتدال والعيش سويا في وطن آمن وإنسان محب لأخيه الإنسان. من مصر، سارة شلبي.